يا جماعه، انا الايفنت اللي فات اللي شافوني او الناس اللي كانت موجوده، انا كنت اتخن من كده 10 كيلو والله بجد. من بعد الايفنت اللي فات شفت ملكات الجمال وشفت البنات، كلمت دكتور باهي هاني قلت له انا عايزه ابقى زيهم، انا لازم اخس دلوقتي احامل. انا النهارده وبعد 4 شهور خسيت 12 كيلو ودي حاجه بالنسبه لي كانت انجاز فظيع. فلو سمحتوا يعني لو سمحتوا تسقفوا لي وتسقفوا دكتور باهي هاني. الفستان اللي فات كان فيه يعني ناس كتيره قوي قفلت السوسته معايا. الفستان ده يعني الجميله منى جوده عايزين نسمع لها سقفه كبيره جدا جدا. انا بقيت بلبس سايز اكس سمول، فده بالنسبه لي انجاز.